أرجو من الشيخ توضيح هذه العبارة، هل هي صحيحة؟ وهي: الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، فلا يصح إيمان إلا بعمل، ولا يصح عمل إلا بإيمان. هذا من جهة جنس العمل. أما من جهة أفراد العمل ففيه تفصيل، فبعض الأعمال شرط لصحة الإيمان، وبعض الأعمال شرط لكمال الإيمان. انتهت. تالي الكلام ما هو صحيح، أما أوله صحيح، لا يصح إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان، هذا صحيح. أما التفصيل في الأعمال وهذا فيه نظر. وبعض الناس دلوا يبتكرون أقوال وعبارات ما وردت عن السلف. الواجب على طالب العلم أنه يمشي على طريقة السلف، ولا يحدث أقوال من عنده أو ابتكارات من عنده، ما يجوز هذا. نعم.